احبابنا ومتابعينا الاوفياء، كيف ديما مجوهرات غزه عند زكريا جات لكم، وهذه المره جات لكم عاوتاني كيف ديما وكيف متعودين بالهموز بلا الحويجات المستعملين اللي ناقصين بزاف على جديد وجد سكرين. ما تنساوش البارطاج واللي لايك. كيف ديما معكم زكريا من مجوهرات غزه عند زكريا. الاختصاص ديالنا بيع الذهب 18 كاره اللي كيبيعوا كاع الذهبيه في المغرب، وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. مرحبا بكم البنات، اللي بغات النمره ديال الهاتف ديالنا هي 06 21 24 02 46، اعتمدوا على هذه النمره بزاف البنات. يلا ما نكثرش عليكم وندخل معكم للميزات ديال اليوم. هذا عاوتاني فيديو كذلك خاص بالذهب المستعمل، ما بغيتوش يكون طويل باش تستافدوا من كل شيء البنات. هانتوما باش ما تبقاوش تشوفوا اللايف معطل تقولوا لي لا لا هذه سابق ما هذه سابق، يعني اللي سبق وصيفط الصوره الاولى للواتساب كيكون من النصيب ديالو. غنبدا لكم انا بهذا السريت هادي ديال ثلاثه غزاله، شوفوا كي دايره سريت لا فنه ديال ثلاثه وصحيحه، يعني ناكد لكم على صحيحه زعما استعمال يومي. الوزن ديالها البنات فيها 19.07، كتوزن 19.07 من لهنايا كيف دايره من الداخل. ديزاين ديالها غزال، النقش ديالها فن، يا سلام شوفوا على الخدمه فيها، كتحل وتسد خلاص من لهنايا، يعني ها انتم السداده ديالها قاصحه. انت انا ما بغاش تحل قاصحه، يعني السداده ديالها مازال مزيره مولاتها ما لبستهاش بزاف، يعني كتحل من لهنايا وكتسد. القياس ديالها هو 6 سنتيم، القطر هنايا البنات باش تشدوا العبار هو من لهنا لهنا 6 سنتيم في العبار ديالها. الجراماج ديالها قلت لكم 19.07، يعني الثمن الجرام ديالها هو 400، شنو غنحسب لكم؟ غنحسب لكم 450 درهم. كذلك كيف السرتله اللي قبل تباعت في اللايف، الناس اللي ما كانوش من النصيب ديالهم ديك السرتله الاولى، هي السرتله الثانيه ب 450 درهم، نفس الثمن ديال اللي كانت في اللايف وتباعت، ها هي حتى هي ب 450 درهم ونقيه وجديده وصحيحه. وبثمن 450 درهم، الثمن الحقيقي ديالها هو 500 درهم. يعني باستطاعتي نغسلها ونعاود لها البيع بداك الثمن، ولكن لا، مجوهرات غزة جاب لكم الميزات ها انتوما بثمن الدرويش. يعني نزيد لكم نقول لكم الثمن ديال الناس اللي ما كتعرفش تحسب، ولا 19.07 مضروبة في 450 درهم، هذه البنات كتقام ب 8580 درهم، 8580 درهم اللي كانت بالنصيب ديالو صحته وراحته، اللي ما كانش نعاود ندبروا له شي حاجة ما أحسن. هاي عندي عاوتاني عندي هاد السنيسلة هادي، سنيسلة ما شاء الله ديال المناسبات طويلة، فيها 70 سنتيم، ها هي كيف كتشوفوا فيها 70 سنتيم هاد السنيسلة البنات في الطول ديالها. الجراماج ديالها هو 10.52، هادي الثمن الجراماج ديالها حيت الحقيق ديالها كيدير 550، ولكن مجوهرات غزة عند زكريا وهي مازال نقية كيف كتشوفوا. السدادة فيها ما شاء الله ديال الكورميت، طول 70 سنتيم، كلبس يعني بلا ما تحيدي تحلي لا القفل، دخليها غير هكا دخل. 10.52، الثمن عاوتاني كذلك هو 470 درهم، 9400 ريال، 9400 هي اللي هي 470 درهم، كتقام ب 4950 درهم، 4950 درهم. السنيسلة ديال الحضور ما شاء الله طول العرض شوفها، يا سلام والصح والعمل. أهم حاجة كنأكدوا الحاجة صحيحة. عندي هاد السمية هادي لالا حكيمة تقدم عندنا، ها هي سمية اللي كتقام ب 1800 1900 درهم، ها هي واجدة ب 1500 درهم، 30000 ريال مع سلسلة الكورميت صحيحة والتوصيل مجاني لجميع المدن المغربية. يعني إلا عجبتك السمية لالا حكيمة ما عليك غير سكرينيها وتصيفطها لي في الواتساب، وكندير لك التوصيل حتى للدار. كاع هاد الارتيكلات اللي شفتو عند مجوهرات غزة دابا اللي وريتكم كلهم التوصيل فيهم مجاني وحتى للدار، يعني اللي إلا عجبتك ما عليك غير سكرينيها وتصيفطها لي في الواتساب، وكنزيدو كل ارتيكل كتاخد عليه كادو. عندي هاد لاباك مغياش، عندي هاد لاباك مغياش فيه 6 سنتيم، 6 غرام عفوا، فيه 6 ديال الغرام. الناس اللي كتبغي الدخامة والفورما كتبغي شي حاجة كبيرة وهمويه، هو ب 6 دالغرام، والثمن اللي هو جد مناسب اللي هو حسب لكم الغرام هو 420 درهم. مازال مجوهرات غزة عند زكريا الذهب كتجيبو لكم ب 420 درهم. شوف وباك مغياش غزال كبير، كيجي عامر في اليد، هانتوما شوف كيشد اليد كاملة، ديرو شي صبع ليكم كيشد الصبع كامل، كيجي بهاد الديزاين هكا، فيه 6 غرام، 6 غرام مضروبة في 420 درهم،
كانت تقام عليك ب 2520 درهم هاد لاباك ماريش. 2520 درهم يعني حتى ديك 20 درهم تحيدوها تبقى لكم غير ب 2500 درهم. يلا زينه وخزينه، زينه وخزينه، خاتم مارياج زينه وخزينه، وكاع هادشي اللي كندوز لكم زينه وخزينه. يعني البس وفاش بغيت تبيع ما تطيح لكش الثمن. 6 الغرام 8 الغرام 420 درهم كتقام ب 2600 2520 درهم، كنحيدوك حتى ديك 20 درهم كنحسبوك غير 2500 درهم 50000 ريال. عندي هذه البونونتيف ديال الاناناس حتى هي كذلك في المستعمل، نعبر لكم فيها 3 الغرام فاصله 2، هذه فيها 3 الغرام فاصله 2 كتقام ب 1530 درهم. 1530 درهم هذا البونونتيف، الثمن الغرام ديالها هو 480 درهم، حيت راه كدير 550 درهم للفوق الا بغيتي تشريها بالغرام. 1530 درهم توصيل مجاني لهاد الارتيكل ديال علاقه الاناناسه. وعندي اخر باك ديال المارياج حتى هو في المستعمل، اللي كي بغيت شي حاجه رقيقه وزوينه، يعني شي حاجه سامبل وانيقه في اللبسه كيف كنقولوا وصحيحه، فيها 3 غرام فاصله 37 38، 3 غرام فاصله 37 او 38 بحال بحال. يعني باك غزال 3 غرام فاصله 37، يعني 3 غرام فاصله 37، هذا الثمن الغرام ديالو البنات هو 430 درهم، مضروبه في 430 درهم كيتقام ب 1450 درهم. خاتم مارياج الصح والعمل، والحاجه الزوينه فيه شوفوا كيغليظ من التحت وفيه جوج من الفوق وواحد من التحت، يعني مازال يتغسل، مازال نعطيه ولا بالريونس يولي بحال ما عمرو تلبس. خاتم غزال هذا جايب البلاتين هذا التحتاني والاخر بالصفر، يعني خدمه غزاله. البنات معينا دابا غير نودعكم في نهايه اللايف ديالنا، كيف ديما كان معكم زكريا من مجوهرات غزه عند زكريا، اللي كنتواجدوا في رقم واحد زنق سموسكو احداف ازرو، اللي احتاج شي حاجه مرحبا بكم، تهلاونا في راسكم الهميزه الجايه ان شاء الله.